ابنة محمد قنوع تستذكر والدها بطريقة مؤثرة وتبكي الجميع. روحك في كل مكان. صوت رنت المفتاح في الباب ساعة ما توصل. لا زال خبر وفاة الممثل السوري محمد قنوع صادما على كل من أحبه أو عرفه أو حتى تابع أعماله، إلا أن الصدمة الأكبر كانت لابنتيه ماسة ومايا اللتان فقدتا أبا حنونا وصديقا وسندا. وفي التفاصيل، استذكرت الشابة السورية ماسة قنوع ذكرياتها مع والدها الفنان السوري الراحل محمد قنوع من خلال صورة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وشاركت ماسة الصورة مع جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر إنستغرام، واستعانت بأغنية طمني عليك للفنان المصري محمد فؤاد للتعبير عن حجم اشتياقها الكبير لوالدها. هلا المعروف انه الواحد ما عنده القدرة على انه يعمل الحلم اللي بيحلمه حقيقة. وظهرت ماسة في الصورة التي استرجعتها من ذكرياتها في الطفولة برفقة والدها الراحل، وتأثر عدد كبير من الجمهور مع الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، وخصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ماسة عددا من الصور ومقاطع الفيديو مع والدها الفنان السوري محمد قنوع، والتي تظهره فيها وهي تحتضن والدها بكل حب وحنان. تحرص ماسة دائما على مشاركة جمهور الراحل محمد قنوع اللحظات السعيدة التي عاشها قبل وفاته، وكانت قد نشرت مقطع فيديو على حسابها عبر إنستغرام وثقت من خلالها عدد كبير من اللحظات السعيدة التي عاشها الراحل محمد إلى جانب عائلته، حيث ظهر وهو يحملها رضيعة ثم رافقها وإخوتها في مشوار حياتها حتى يوم الفراق. وتفاعل عدد كبير من المتابعين ماسة ومحبي الفنان الراحل مع الفيديو، مؤكدين حزنهم الكبير لرحيل الممثل القدير ومعزين ابنته بكلمات مؤثرة داعين لها ولعائلتها بالصبر والسلوان. ويذكر أن الفنان السوري محمد قنوع كان قد توفي عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية في رحيل خلف حزنا وتأثرا واسعين في الوسط الفني بسوريا.